بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل هنا في الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم هنا دكتور منجي محمد زيدي. هنا سنتكلم على الروت لوكس أو مسار الجذور. يعني من مسار الجذور سنتمكن من معرفة هل أن النظام مستقر أو غير مستقر، لأنه كما قلنا في السابق أن الجذور إذا كانت على الجهة اليسار فالنظام مستقر، وإذا كانت على الجهة اليمين للإيماجينري أكسس النظام غير مستقر. وهنا I will take an example. The first step in constructing a root locus plot is to locate the open loop pole and zeros in S plane. فرضا نأخذ هذا النظام input output my transfer function k over s s plus 1 s plus 2، نجيب ال total closed loop transfer function ونتمكن من حساب الروتس الثلاثة روتس. بطبيعة الحال هنا the characteristic equation is s s plus 1 s plus 2 equal to 0، وبالتالي عندي ثلاث جذور لهذه المعادلة أو للcharacteristic equation، وهي إما s equal to 0 أو s equal to minus 1 أو s equal to minus 2. أحددها هنا، هذا الجذر S1 و S2 و S3، هنا 0 وهنا minus 1 وهنا minus 2. هذه هي الثلاثة جذور الأولى. هذه الثلاثة جذور الأولى تكون يعني موجودة في هذه اللوكيشن 0 minus 1 minus 2 when k equal to 0. بعدين إذا تغيرت الk من 0 إلى plus infinity، هذه الجذور أو هذه الجذور ستتحرك على مسار معين. نحن هنا بصدد معرفة ودراسة هذا المسار. الشيء الثاني في الستيب 1 هو تحديد الانجل. الانجل يعني نعرف انه الكمبلكس نمبر او الروت عنده زاويه وعنده ماجنتود، وبالتالي سالب مجاميع الزوايا، الانجل هي سالب مجاميع الزوايا، يعني ماينس زاويه الاس الجذر الاول ماينس زاويه اس بلس 1 ماينس زاويه الاس بلس 2 لابد ان تكون ماينس 180 درجه. هذا بالنسبه للفيرست ستيب. Now I will discuss on the second step, determine the root locus on the real axis. يعني هنا سنأتي وسنوضح مسار الروت لوكس على الريل اكسس، يعني الموجود على الريل اكسس. وهنا to determine the root locus on the real axis we select some test point. يعني عندي some test point. اولا ناخذ النقطة P1 هنا مثلا موجودة بين الاس 1 والبلاس انفينيتي، وهنا يعني زاوية الجذر الاول هي كم تساوي؟ تساوي صفر. زاوية هذا الصفر لانه هذا الصفر، ثم زاوية الجذر الثاني هي من البي 1 سوري من الجذر الثاني الى البي 1 تساوي صفر، والزاويه الثالثه من الجذر الثالث الى البي 1 تساوي صفر. وبالتالي هنا مجموع الزوايا زاويه الاس زاويه الاس بلس 1 زاويه الاس بلس 2 ايكوال تو صفر، يعني لا تناسب الشرط الذي تكلمنا عليه هنا في الشريحه الاولى، وهو ان المجاميع تساوي ناقص 180. وبالتالي يعني هذا البي 1 او هذا الجزء من المسار يعني لا يمكنه ان يكون على مسار الجذور في الريل اكسس. The angle condition is not satisfied, hence there is no root locus on the positive real axis. يعني هذا لا يعتبر من الروت لوكس، يعني من صفر إلى plus infinity. Now نغير التست بوينت ونأخذ التست بوينت P2 موجودة بين S1 والS2. هنا لو نحسب يعني مجاميع الزوايا، يعني minus زاوية الS minus زاوية الS minus زاوية الS plus 1 ماينس زاوية الاس بلاس 2، سنراها أني تساوي كم بالضبط؟ ستساوي هنا تقريبا صفر. نعالجها، عندنا زاوية الاس يعني بالنسبة للاس هي ناقص 180، زاوية الاس تساوي ناقص 180، زاوية الاس بلاس 1 تساوي اس بلاس 1 من اس بلاس 1 الى بي 2 يعني تساوي صفر، وزاوية الاس بلاس 2 نفس الشيء تساوي صفر، وبالتالي ماينس زاوية الاس ماينس زاوية الاس بلاس 1 ماينس زاوية الاس بلاس 2 تساوي ناقص 180. وبالتالي هذا الجزء من الريل اكسس يعني يعتبر جزء من المسار، يعني هذا يعتبر جزء من المسار. ثم بعدها يعني هنا نقول ايش؟ نقول انه the angle condition is satisfied لانه المجاميع او سالب مجاميع الزوايا يساوي 180، وبالتالي يعني هذه البورشن is a portion of the root locus.
بعدها نغير التست بوينت وناخذ يعني التست بوينت موجوده بين الاس بلس 2 اند اس بلس 2 اند اس بلس 1. وهنا نحاول نفس الشيء ان نحسب يعني سالب مجاميع الزوايا بالنسبه لمجاميع الزوايا بالنسبه لهنا لزاويه الاس كم تساوي هذا الاس. زاويه الاس تساوي يعني زاويه الاس تساوي 180 وزاويه الاس بلس 1 تساوي نفس الشيء 180 لانه الروت هو على يمين البي 3. وبالنسبه لزاويه الاس بلس 2 يساوي من اس بلس 2 الى البي 3 تساوي 0. وبالتالي ماينس زاوية الاس ماينس زاوية الاس بلس 1 ماينس زاوية الاس بلس 2 تساوي ايش؟ تساوي ناقص 180 ناقص 180 تساوي ناقص 360 درجة. وبالتالي هذا البورشن لا يعتبر جزء من المسار. وفي الأخير نغير نقطة الاختبار أو the test point ونضعها بين الاس بلس 2 والبلس انفينيتي. وهنا نلاحظ انه زاويه الاس تساوي بطبيعه الحال هنا ناقص او تساوي بلس 180، زاويه الاس بلس 1 تساوي 180 وزاويه الاس بلس 2 تساوي 180. واذا جمعنا كل هذه الزوايا يعني ناقص زاويه الاس ناقص زاويه الاس بلس 1 ناقص زاويه الاس بلس 2 تساوي ايش؟ تساوي ناقص 180 ناقص 180 ناقص 180 تساوي ايش؟ تساوي ناقص 470 ناقص 470 وهي ناقص 360 ناقص 180. هذه ناقص 360 هي يعني دورة كاملة تعتبر صفر، تبقى لي ناقص 180 وناقص 180 يعني the condition or the angle condition is good satisfied. وبالتالي هذا الجزء هو جزء من المسار. لو نحوصل هنا نلاحظ ان the real اكسس روت لوكس هو محصور بين الاس بلس 1 سوري بين الاس والاس بلس 1 ثم بين الاس بلس 2 والبلس انفينيتي. يعني هذا جزء من المسار من مسار الروت وهذا جزء من المسار من مسار يعني الجذور. هذا لا وهذا لا. يعني هذا بالنسبه لستيب 2. In the next slide we will discuss ان شاء الله step 3 step 4 and so on. Thank you very much.